القمه 100 الاهلي والزمالك. لكن خليني اقول لكم ان احنا بنحاول نقربكم الحدث بشكل اكبر، عشان لكم طبعا الغرفه اللي هتكون فيها المحاضره الاخيره من كابتن حسام البدري، واللي اكيد هيعلن فيها التشكيل الخاص بمباراه النهارده. ده طبعا ده مكان المحاضره، لو الكاميرا تيجي معايا. طبعا دي القاعة اللي هيكون فيها المحاضرة الخاصة بلاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري. هيكون طبعا متواجد اللاعبين هنا، هيكون في طبعا زي كافي بريك كده للاعبي النادي الأهلي، وده هيكون بالتحديد في تمام الساعة 4:15 عصرا، وقبل تحرك الأتوبيس الخاص بلاعبي النادي الأهلي في اتجاههم لاستاد القاهرة الدوري، واللي أخيرا هتقام عليه هذه المباراة بعد غياب أكثر من 3 سنين أو 3 سنين ونصف. بالتالي أكيد المباريات في القاهرة بيبقى ليها طعم آخر وشكل آخر ما بين الأهلي والزمالك. ده مكان المحاضرة، دي طبعا البورد اللي هيتم من خلالها شرح الخطة أو الشكل التكتيكي كابتن حسام البدري هيستقر عليه ويلعب بيه هذه المباراة، وهيضع هنا كابتن حسام البدري طبعا التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة. برضو عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي إن كل لاعبي النادي الأهلي جاهزين بنسبة 100% لخوض هذه المباراة. الغياب الوحيد هو محمد نجيب. إن الله اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي هيبتدي هذه المباراه هيكون على قدر المسؤوليه، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق عشان يقدر النادي الاهلي يفوز بهذه المباراه، المباراه المهمه جدا بالنسبه لكل جمهور الكره المصريه، عشان تبقى ان شاء الله 3 نقاط جديده في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري نحو الحفاظ على هذه البطوله الهامه. شكرا امير.